بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. درسنا اليوم هو حكم وأمثال. في البداية سوف نقوم بالتعرف على معنى الأمثال ومعنى الحكمة. المثل هو قول موجز قيل في مناسبة ما، وأصبح يتمثل به للتعبير عن حالة تشبه المناسبة التي قيل فيها. وقد اهتم العرب بالأمثال وقاموا بجمعها وترتيبها وشرحها في كتب خاصة مثل كتاب مجمع الأمثال. أما الحكمة فهي رؤية تأملية تنبع من الخبرة والتجربة التي فيها موازنة بين الأمور، لأنها تعبر عن رأي الفرد وعقله معا. هناك فرق بين المثل والحكمة وبعض السمات المشتركة بين المثل والحكمة. من السمات المشتركة بين المثل والحكمة هي إيجاز اللفظ، ثانيا إصابة المعنى، ثالثا حسن التشبيه. أما الفرق الوحيد الذي يمتاز به المثل عن الحكمة هو أن ألفاظ المثل لا تتغير مطلقا، فينطق ويكتب كما قيل أول مرة. دعونا نتعرف على بعض الأمثال التي قيلت وشرحها وإلى ماذا ترمز. أولا، يوم لك ويوم عليك، تعني أن الدنيا دنيا سرور وآلام، ولا تدوم على حال واحدة لإنسان، بل تنقلب أيامها بين حزن وسرور ولذة وألم. أن حال الإنسان متقلب من فرح وحزن، وهكذا هي أيامه على مدار حياته. ليس الخبر كالمعاينة، يعني ذلك أن الخبر مهما كان قابلا للتصديق فإنه لا يؤثر في الإنسان كما يؤثر العيان، أي المشاهدة ورؤية العين. معنى كلمة المعاينة هي مشاهدة الشيء ورؤيته بالعين المجردة. فالإنسان الذي يشاهد الموقف بعينه ليس كمن ينقله عن طريق الكلام. على الباغي تدور الدائرة، الظالم مهما نجا من العقاب لابد من أن يحل به، أي أن الظالم مهما طالت به الأيام ومهما دارت به السنين لا بد أن يلقى عقابه وجزاؤه. صدرك أوسع لسرك، أي أن الإنسان يكتم سره في صدره، فإذا لم يتحمله هو فلا يلام غيره إذا لم يتحمله فأذاعه، يعني أن سرك يجب أن تحتفظ به في نفسك فقط، فلا تخبر به أحد، وإذا أخبرت به أحدا فأنت صدرك ضيق لهذا السر، فلا تتوقع أن صدر غيرك يكون أوسع من صدرك ويتحمله ويكتمه، إلا وإن طالت به الزمان سوف يفشي هذا السر. لا يضيع حق وراءه مطالب، تعني أن صاحب الحق سوف ينال حقه ما دام جديرا بهذا الحق ويطالب به بالحسنى وضمن القانون، يعني أن كل إنسان له حق في هذه الدنيا ما دام يطالب به وهو مستمر في مطالبته سوف يحصل عليه في النهاية. زر عبا تزدد حبا، أي أن على المرء أن يزور غيره في فترات متقطعة أو متباعدة، وبذلك يزداد حبا عند صديقه، أي عليه أن لا يثقل من نفسه على الآخرين يوميا بزيارتهم، وإنما بزيارتهم من فترة لأخرى.